حفلتنا إساءة بابلين كالية دا كولومبوس وحا لغا عسومي حلمان مريان كاهية وكا مداغ الكسري دولد الصوماليا هال دور كالية دو اي كمي ديهين غان عصتدا علماء ودين كالسياسيين تحلمان دا يحبنها كلا اي بارلمانيقا ايا قيب كا اها سودوين تحلمان مريان انتا بدن مسوليين تيكا هال لحفلة دا يا سنتر مريان كو تلمامي ان اي تهي تسالها دالن يرد الصوماليا اسلامر كان اي دي رجلينو تهي مستقبل كاين اي هوغان كدالك قبتان دالن يردو دولد نمدا يالا ديرر كارجاكي حسادا اي تاغيرين dadkii ka hadlay waxayna siyaabo kala duwan u cabireen isbeddelka dalka uu galay xilbanaadu waxay dhirigelisay in qurbo joogto dalka ku soo laabtaan maalgashi sameeyaan isla markaana siyaasada qayb ka noqdaan iyadoo oo cabirtay in dalku u jihaystay wadiiqo cusub waxay ku baaqday in dalka uu u baahan yahay samata bixin dhab ah waliba in taageero buuxda loo muujiyo dawladda federaalka Soomaaliya xafladdan waxay u dhacday sida tan waxaan u yeerayaa aayada quraanka inuu noogu furo Cabdirashaq Haashi Please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم شكرا جزيلا شيخ عبد الرزاق حاشي هذا حفلته بلاوي انا وقت ارب نغ دبي وحانو ييريا نبدون محمد حوش اشكر سودو نود اخريت هذا وحسو اخر معناه واقف حبرتي بي اني عاد بركاس الدريما وعيت هذا مركا وحسو اخر سنه بالروينات سو فرسان مركا سنتر مريم كوسو دوو مغادا كولومبوس اوهايو او رنتي اد دك اوسو دويسا يا مدح نوغتي مدى الصوماليا اد يا اد بانكوسو دوينا ولا لا سو دوو رنتي انا وضياشا كولومبوس كمي دوح انا ادو غفر احسن هاي انا عاوك كوسو دوينا كولومبوس او غرو ياجي وغرو ياجي لا ميشا صومالي بدن بعد دجن وأنا أقول لك أن أنا 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 marka runtii waa qof mas'uul xambaarsan gaar ahaan hadaan u nahay maarteema dadkeenan ee qurbaha ku nool een waxay caawa runtii soo gudbinaysa waxyaabo wax ku ool ah anaguna waa inaan fariimaha inta ay xambaarsan tahay magaca iyo taytalada ay wadato mid walba mudnaan gaar ah ayuu leeyahay waa arin la inooga fadhiyo inaan kaalintoodii maartay ama kaalin inaan maartay kaalintoodii qaadano sidaad uga qayb qaadatay sidaad uga hadashay that is the reason aan u doorano xildhibaanadu change inay sameeyaan waa not inay meesha check ku qaataan they have to make change hadaan la hadlin on change la sameeyin oo dadka nin walba uusan u hadlin wadankii waxa weeye Soomaaliya dhulka kama soo qaadi karo igana raali aad xogaa wa hadlaya aniga because I of course I'm the only woman oo hadlaysan u malayn markaan hadda waxaan fiirshay markaan baa halkaan fiirshay marka waxa weeye runtii ee Soomaaliya waa inaan gabdhaha waliba barmood gareyna waa inaan gabdheena siyaasada ku darna waa inaan gabdhaha qiimeynaa because
وحاوي قبله they can make change and the reason is رجع كما أقل كما أقل بدنين of course إلهي مر والبرق والدورتي إن إنا اللي تقرأيان but then the way I am أو أركه هذا what is going on in Somalia رجع Somalia أنا رنتي ميل وقعد عين because أنا كرياليتي كان وقعد وحين نقطتين شاب كيس أو شقيست المهيس أو شقيست أنا في Somalia وحن كسر تقول Somalia أو نبضه Somalia Airline بخس الرعاي يو Somalia دولة كتير تو علن كتير نبضي هذانا إلا ما أنت Somalia involved بانكوا هاي أو وافيريا ولي بوا حن كفيريا وحي ثريت كوا أو خطر كوا بانك فيريا معارض نمر نقبه ويا وحلا معارضة ما بتران به وهاي ما بتران بهشي وحلا معارضة هو يعني وهذا ميت قراعي يقول خي الله كلوي سيدا دراد وحن فيريا خطرت إثيوبيا كتها خطرت إدكلا كتها خطرت إدكلا كتها كوان وارلو ردا ملا حكومة خطرت إكويهين بان آدو فيريا وحيالها مركان حسوسته وحاكم إذا مركان عركة قبر ديران أو خطرة سادة علي من سوء حسوسته أو الله يا أرحم والدنيا هاي مركي حمر تقيسي آد بان وحمقه الولي إلا دلو بين مشيه غيو أنه قروبة مدكب بدن شنشر بوحان داودي إن أنت عيرتها قروح بدن له أو سنيتر كاه أو هل ليسا يا هذا الكاذا وحان كبغة قبدا إلا دلو رقبا هم فرحين فرحان قبدا سلافة كذا اللي إيرها دي معنى هذا محاية هاي مركز البربره وحال يقول الصومالي أنه متقل لكي تشكده ولا اسكد الشعب اللي يري قف مركز تشكده الله مقعابه مثل الله قادم يشو ولا اسكد الشعب ولا الدله وحا هل كان يميت لبينتي أوهايو dadkii wax garadka ahaay haday yihiin ganacsato haday yihiin aqoon yahan haday yihiin gabdh iyo wiilalbo haday yihiin dadkii dadka hoggaaminayay oo Columbus active ka ahaay oo dhanaca waa fadhiyaan marka nasiib weyn baa leedahay intaano ku soo booqatay oo caawa fadhido waxa kale intooba ka sii daran senatorkayni ah halkan Columbus la matalayay وأنا مريم وهرموتك سانتك رانتي مركان فيرنو مريم وقفت كذا يقيما يقايا إلى هاي قفوا البوالك الجو وحوكري وحايتاي بلسيحال ميد أيام مريم إيكالا دردار ما يدعو أنا وفودريا مركا دالك دبو لاوتي دولة دالة دولة دالة هموغانين أنا وحنا وحكونا هاي الدولة من ماذا؟ وحنا وحكونا قكرنا وها الدولة من ماذا؟ فرناهانتي بسدو ويلكتها دميتون ويفضضها. إن ماشي وحلاقد بس وحنا لقد دميو ماشي أتاعنتهم وهداتهم حلي بعنا ذا هداتهم سنترا ذا هداتهم هروضنا ذا. فرناهانتي وحنا آدي آدي هذا الربعين كيف يستمر حالا عاوا هل كان سكون نمدي أننا أكو تاجر إنه قهنا دي أودن بيجي جارين لبلا برلمان يا مدحوينه هنا جمهورية دمو جمهورية ريبوبليكان كا Somalia. ماشان سكوتين لو خصو دويني Somalia فارح كاية إن لو خصو دويو قبلها أوردن أيان يذكر جيني يا وقاس كوحو يري وحنو تأييدنا قانا دي أنو قانا دي ما تأييدنا دلنا تأييدين باشرة مركا وحنو سكوني مت soo dhoweyn baanu isku nimid gabadha walaashay ah oo senatorka inaannu soo dhoweyno oo Columbus aanu ku soo dhoweyno waxa kale oo siyaasada haddii meelaha aynu ku hadalaan oo wada hadli doona doodahaaga waxaan aad u jecelaysay you have a very beautiful accent Kenyan accent marka runtii waan weydiyay oo waxaan idhi marka waxa la weeriyay dhalinyaradii ku kortay bay ahayd baa leegu yiri Kenyan accent like it is very beautiful accent very thorough na wada hayt runtii marka discussion ka waday doodo badan ba hada furan oo madaxweynuhu u soo jeediyay hada iyo councilki waxaan provision kaygana runtii sharci iyo qaan baan aha doodaha hada furan doodo waaweyn oo fiican oo masiriye waay runtii inaa u arkin maaragtay wax kasto la keeno qofka in la iska diido runtii Xasan Sheekh wuxuu furay doodo waaweyn oo aad u culso dalka runtii uu ah
marka doodahaas in la wado discussions code in la wado muxuma waji qabiilna inaan lagu arkin hadii prime minister hal laga takhallus hadii la yiraahdo hadaa waji qabiil u fiirso waxa weer xisaabtan qolaha ku qanacday markasta inay iska qaadatee qoladaas inay marka campaign kanu waa campaign Soomaaliyeed waa campaign qof walba oo ka yahay stakeholder wixii waa magacaan la ku magacaabo laakiin campaign kanu waa campaign Soomaaliyeed wey aan dagaal badan baan ugu socda haday noqoto dhinac wax barashada ciyaalkii rarka iskuulada iskuuladii Soomaalida way leeyihiin hadda wayr lista lagu jira sababtoo ah meelaha kaliya ugu badbaadan islaana waa ugu badbaadiyeen waxa isku dayna iskuulad inaan helno markii aan la doorto waxa isku dayna qandaraas inaan helno sababtoo ah businesska ugu weyn ugu ballaaran waxaan logistics marka in wax gaar noo ah maadaama bulsho aanahay aad u ballaaran Maryan hadda u soo noqdo Maryan waxa weeye waa marka Soomaaliya fiirso waxyaalaha dadka ama waxaana dhiirigeliya wadankani weli rajo inuu leeyahay waayo waxay keentay wax la yiraahdo accountability in la isla xisaabtamo qof walba kitaab uu gacan saaray mas-uuliyad mas-uul weeye laakiin Maryan waa hawl waa rajo weeye mar labaad soo dhawow aad waxaan u jecel lahayn annaga maadaama qof senator oo national level ah in ma taqaanay markaad imaaneysaan inaad xiriir joogto ah sameeyaan si aan idinka caawino hal shay baan idin sheegayaa isbitaalada hadda Columbus ku yaalo alaabta equipment ka isticmaalaan markii dib loo celinayo wadamada la siya Soomaaliya kamid ma aha wadamada la siinaya sababtoo ah dadka imaanaya oo madaxda ah markay imaanayaanba iyagoo bilateral connection haysta imaanayaan kadib isbitaaladii iyo nidaamyada lagu xirinaya waxay helayaan caawitaan maanta Jubaland soo caawitaan ma baahno soo uma baahno inaan garab istaagno marka senator insha Allah safarkaaga dambe iyo hadaba waxaan kula qaban karnaa isku dayna inagoo isticmaalayna dawladda sharafta leh aan la deganahay si wacan soo dhaweysay waxaan soo dhaweynayaa gabadheena Maryan Faarax soo dhawow dhowr macna ku soo dhaweynayna marka hore masuul Soomaaliyeed aqalka Soomaalida ka tirsan ba tahay ku soo dhawow masuuliyadaada marka kale gabar ba tahay gabdhuhuna waxay leeyihiin si gaar ah in loo soo dhaweeyo gabadhnimadina ku soo dhaweynayna marka saddexaad maanta gabdhaha Soomaaliyeed waxay uga jiraan umada Soomaaliyeed laf dhabar bay u yihiin waxa la og yahay markii Soomaalida dawladdeedii dhex burburtay umada Soomaaliyeed 180 gabdhaha badbaadiyay qof walba uu og yahay hadda waxa la yiraahdaa ninkii hal gabar u soo maqan tahay iyo ninkii afar wiil u soo maqan tahay markii Soomaaliya la joogo waxa la bis qurxoon oo suuqa si fiican u soo aaday ninkii hal gabar u soo maqan tahay nin walba wuxuu ka dhahay Soomaaliya ama fikir buu ka qabaa ma sii dareenahay qaab gudeediga daa Soomaaliya inagu Soomaali baan nahay Soomaalidu waxay ku maamahdaa dawlad xun dawlad la'aan leh horta marka hore dawlad xun baa ka fiican midda kale waxa la yiraahdaa dab ninkii ku gubtay baa la weydiiyaa baa la yiraahdaa dawlad la'aan waa soo aragnay silaceeda dawlad quruxsana waa soo marnay quruxdeeda markii la arkaba waxaan dhihi lahaa inagu inaan ducayno in Ilaahay dawladdeena hagaajiyo oo dalkeena hagaajiyo oo cudurrada iyo abaaraha iyo dhibaatada iyo xabada Alle inaga qaboojiyo oo Ilaahay dawladdii mar dhalataba uu la jiro horta aan ducayno minta waa inta inta kale waxaan baa qudri ummada dadka Soomaalida ku dagaalahay Soomaaliya joojiya xabadan leh meel aad joogtaan ba Soomaalida dalka joogtaan ka hadlayaa xabada hala joojiyo hala wada hadlo Soomaalidu waxay way isdhashay abti iyo adeer iyo aysan bal isku lama kala guu karo laakiin qofki dhinta waa qofka baxay waxaan baa si xumaan xabada hala joojiyo nin walba xaqiisa hala siiyo oo hala islaamaan leh anigu intaan Soomaalida aan fari dawladda hadalkeeda kaas waxa aan dhihi lahaa waa dawladda lafteeda dawladdu waxaan leenahay saarka la yiraahdo ama dhaantada ninkii ka fog baa gartaa la yiraahdo meesha ka xunta dulduleelo badan waan aragnaa wax fiican oo ay sameynaysana waan aragnaa waxaan leenahay runtii waxyaabaha aad sameynaysaan ummadda iyo baarlamaanka kala tashada ilaahayna garabkiina ha galo dawladdan intaasan leenahay inta kale waxaan rabaa inaan ku soo noqdo Columbus Ohio ninka la yiraahdo GT wiilka hadda halkan taagnaa
جيت ميوا نيكاس وين لا دورتون عود كيلا سين هذا سومالينا سنة ترد وحا أوغا هاي مالها دودها سومالي وكيجرتو ونيروبي مركلس كويما قف والباء وصومالي أه ويقانا سنة ترد لفر إيا مركي قاركود اللي بانا كرا لفر إيا نيمان مزولين هو وزيراها مركي قاركود ماشي فر إيا انت بدن دادك سومالي وما يقانا لكن عيال عجيب لنا قطي وحاوي سنة مريم يعني قف والباء صومالي مركو عالكا صومرايا يقول له آه قبرني وتهلا سنة رتاي مركا شي is a very popular senator وحان كلو آد ولي أبا مرر بدن كنتي وحا أي كهل ليسوي وحا أي كشقين ليسوي ويتقانا وحا يكو أمانتا هاي مركي أركتو وحا لا أن ليها اللي جرنو صومالي تابوكا إن هذا كورنطة لغاها الله كالاتو ولا يرى هذا كورونا تري بقالي غور عن يقدم بيسيو عن مخلما كان كرو سياسة سومالي وكهذا وقف ضد كوكو حرام واي وقف رنتي لسوت إيجابية وقف كرنا يسوع هيك شقين يسوع شرف قوني وح عاوم مع إيه أمريك مجال ذي دي أنا بقول سوء دوي إن شاء الله تعالى سيو نيروبي سون إن شاء الله سنة هاي لنا قباس سوء دوي أنت ماريان فرح كهية هنا مجال ذي نقول سوء دوي تو ما أنت دوي ذا يتمد وحام ربنا كعبة ين عربورك وراعه لكن وقعد الدار تارك أنا سكو عرقنا هذا روا مشغول يبارو كوي مان لها وشود وين لهن ان شود وو اجين مر لباد مستدحات بدت كاك بعضو تيمد مرتي متيد مقاله هذه هلو ما مقلسين مقاله هذه بعد تيمد ان كفتن كم فرن يا هورتا ما ما سؤال قبسنا يا دي الكفتن ان وحان الاولى يا سيده هدا كور هورتا ان سنتور حريت كو جيرو حين با يمد قافا واكاسا وين دي دينا وحكا سو دوهيو إيمان بيا إيرانو سو دوين بي ما نحن برسولنا اللي وحا مدد لكن وحيالا اندي دنابا اتشيري لكن كدبان حرق عبساق فارقنا وحا يروالك عدد دارت أرنتي سيقارا يا أنا كو سو دي سو أرنو وحا وقال هذا الله ماركا مريم وحا نولي أن كفتانو كابو aan luqadda xamarka gabar aaymaanaysaa ima oran gabar ba aaymaanaysuu yiriyo kaabo luqad kale gabar aaymaanaysaa waxba ka sugaay moogta marka xogaabaan aamusay gabadha ma taqaan aaymaanaysaa maya maxamuud barow iyo senator yusuf xajiba adeer ah in aabo maxaa qabanaa baa ay marka anuu saasan ku jawaar in aabo hadda eega kale maxaanu sameeynaa soo dhawo adeer magaaladeen ku soo dhawo ma sha Allah sida lagu aamaneeyna إلهي كوكو حفظه سنة ترد وحانا قفلا قدك انت يقاني دي ويب يقاني انت انا كلانا تي في نكبر النايو وحقبت كيدان نعرقناي بيرنان تيدان نعرقناي وحانا كلية أولينا هاي إلهي كوكو حفظه دروف تأذك وأذكو شقيني سيد إلهي كوكو حفظه نولينا وكوت عينا فروع ضا إيو سيدا أدو إلهي سيد دوضاها أمريكا ندقي سيني وكوكو قلع صلى سوى دول سنة سيدي انتي غور ريسي باو تري رنتي هذا الكار نحر كيسي والا يري وحان لقبا انتي هوري سيدي اي اسو دويسي سنتر مريان فارح كاهية وحان ليا مريان سو دوو كسو دوو مغالا دا كولومبس اوهايو ومغالا دادك آدو سو دويسا سيدي هورا لوشي غيبا مدح بدن او اديا كاهو ريسي نوال وغسو دويي الهينا وحان كرر جينا هيا انا انا نقون تي او قدن بيسي اي نوسي سعوتو ان مريان رنتي dadku waa laba weeye qofna waa qof markuu shaqada tago training la siiyo oo in training la siiyo u baahan oo positionka uu ku buuxin karo in la tabaro loo tabaro xirfadaas uu qabanayo laakiin Maryan oo in badan la sheegay oo dadka baarlamaanka ugu daayir kamidka ah Maryan ayadoo diyaar u ah positionka tagtay positionkaasna way buuxisay waana ka soo dhalaashay waana ka muuqatay Allah subhanahu wa ta'ala ma hadis kale oo caawa halkaan isugu kaaya keenay annagu caafimaad qabna oo Ilaahay quruxdaana siiyay marka labaad waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo sanatradeena sharafta leh Maryan Faarax Kaahiye waxaan ku leeyahay Maryan ku soo dhawow magaalada Columbus Ohio waa magaaladaadi waa gobolkaagi dadkan waa dadkaagi niyad sami iyo sharaf iyo karaamo ku soo dhawaadeer niman badan oo odayaal ah waxay dhahayaan abaayo ku dhahay laakiin waxaan ku leeyahay adeer soo dhawow inta kadib sanatar xareed soo dhawow أبوكاتا إسماعيل ولا شيء مريان سلطانكا ماذا هذا شرف كله قدومي يا تالي يدا أبتي ياسين على الدلب أدر شيء كي جودهان إهل الشرف قال كان فدوا وين السلام يا إم بدن وحان كفر عسنا عاو حفلة دانينا قيب كا هذا
قبل أمانتي أي لحد والله شيء وأود عينا أدر حسن بويه يري دتك قيمة على والد دلها ودت دتك دلها يعني صومالي ماهن ودت صومالي ده كده شرا أوش شيء يا أو عن ربين شريتان كأمدة صوماليات مركا أدر إن بدل سلالة إلى هنا هكوا إلى اليوم سنة الحرية تزوج كله أرين تسوام مهم قدامي وشيء وحن ربا سيد الله شيء وعن دورنا حلبانه وكتر حلبان إسماعيل هذا نوحنا سوا هي فرحان شيتي سيسوا مع المان هنا عدورنا فرحان شيتي هذا حفلة دي همين كده تعمل قوة كم غرين شغل أدني رأى هاي عن شقوة أدني مارك وعن رمنا فرحان إلا دورته لو استاجو من ماذا سوا مع هذا يشرفت واحد كتر ده دات سوا مع ليه أو أفك سوا مع ليه كوالله أو عن قراره إنه سنة مريم رونتي أنا جم أنت سوكن هريسين أنا عادي واركو لكن سبراه بالشدة ما كأغني مركو رونتي قدرت بدنا وكش عيين بيلت هاي دوده هذا يرونتي وحيالي عش أكش قيس جدية ذا كشرتو رونتي وح قرصون معها سماله عاد بيقول السودان كل يوم رونتي ولد عني شقده بدنا أيك هيسو مركو سبراه بالشدة كود حريري شرني حردا سماله كسودان لو كشر بيجو عسنتينا سماله تجو قدر الله فرصة إيمان سرتجلين هدر لكن مركو اجتماعي قدر الله أنا مغنا كان أصلاً ماليكم مغنا، مركو واسد أفني، كان زمهلنا كسردوه إيربوركا، مركو ولا شيء أديت قالي جوا، لكن سرنتي قلبي على شو قاعدنا ولا صعتها، رنتي واحد بدن بانوسو هرجلي سفر كياكم مغنين، إن شاء الله مركو لان رنتي سدير وفلان قين دونا، لكن سكوم بارباينا رنتي كبو قادي دور واحد، سدو أدير عبدي هذا نجس يقعد واجي يقدر تمشيلع يقعد واجيان رنتي تاريخ ذي كده عادي دورشة دي بلنا رنتي واحد تاريخي أهيد. Soomaalna taariikh uga shay runtii aad iyo aad runtii ugu boogaadinayna waana rajaynayna runtii wax lagu dayday inuu noqdo hore u socda taas runtii boogaadin bay mudan tahay runtii wax badan baan oo surta galay saawla socotiin fursad waxa u helnayna tagno la saacanood runtii xaalada badan ka socdeen taasna runtii mid taariikh inuu noqotay runtii insha Allah warbixin badanna waa soo gudbin doonaa insha Allah waxaan la soo kulanay waxaan soo aragnay marka kulan dambe falanqaynta u gali doonaa insha Allah hadeer waxaan rabaa inaan oga mahadceliyo walaasheen xilibaanad Munir Abdullahi maanta lama joogto marka fursad u meelnay timaado marka meeshaana waa degmadii Sagaalad marka qof kasta doorkiisu leeyahay meeshaan xiliban waxa ka Munira marka Munira soo qartay waraaqdan gudoonsiinta ah لكن سأقول تايكو تايدا ما كان تهاي بوس كان أو بروحين كرا. مارك وراغلا برا باسيك هوبنا وآخر إن شاء الله. As state representatives for Ohio's 9th House District, I am pleased to congratulate Senator Maryam Farah Kahiye. We are honored to receive and host Senator Maryam Farah Kahiye, extending special recognition for your hard work to the people and country of Somalia, and even greater your human and women rights activism. Your distinguished credentials readily available while you are here in esteemed official roles as a leader and a legislator, and your equally esteemed unofficial roles as an activist and humanitarian. Over the years, you have become involved in many significant endeavors, helping to guarantee a high level of success for all projects with which you are associated, and you have striven to fulfill your myriad goals competently and responsibly. Whether accompanying stage for working diligently in the wings, you have always made your dynamic, supportive presence felt. To your credit, you have shown how very much you can be accomplished by the conscientious, industrious person, and you can be proud for your vision. Thus, with great pleasure, we are honored to host and receive Senator Maryam Farah Kahiye at this celebration in our community and home, Ohio House District 9. Munira Yasin Abdullahi, State Representative, 9th House District. marka again mar labaad waxa rabaynaa inagu mahad celiyo runtii walaashay Munir Abdullahi oo nala joogin laakiin qalbigeeda nala jooga aniga maanta weli soo xiriirtay ay tiri hadda meesha ka maqanayda meesha ka muuqanaya insha Allah marka waraaqdan aanay gudoon si senatorada mar labaad imaan saddex soo dhawo senator إذا كان ما علني يا سنة مريم سودوو وهاي واتن وحين عام كنا هاي سودوين تا مزولين تا دولة دحى فدراك الصومالية وما كلاهرنه أنت هذا شدوا وأنت مجال هذا هو جامسة هذا أقوينها تاي هذا معمول تاي هذا سياسيين تاي هذا جناس تاي
انت مركا لغا سو تغو وحان لايا هاي وركا وحي سياسة اي وحي هاولا وحا اسكالة سنتر مريم فارح هالكا وحا اسو استاغي كو انا ريكولم بس برلمان حسوسيو ولغا هالي ركبان باكا هالي قبل فرو هالكا يميد وانو دورنا لما مزول وش كده يالنا ريكولم بس مركا وحان وحا لايا هادو اذا كده رجلين لها هذا فرحان بميسك النو سارن فرحان وانا اهل قال الله انا قلنا نكال هرنسي الله سار لها انت اسكدب مخايد هالقب بيوش دانت هاي هاد عاوة دو حان الله وحل ايرا هذا سنة كده ما سنة مريان مركي وحل ايرا هذا ميرا لبالا اركو حالي سنة مريان با اوسر استر مريان متهيد مركي سنة كده وارت ايضا هاد هاي استطا ايضا روك ستاركا ما شاء الله وحان ربا مركي انا سي واما إلى سود ويسان بليز يا بليز استاجا سنتردى هل إلى سود وين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله. دمانتين وحدين كل سلام يا مصر كي مكانك أتقوى الفريدين وعد ما هتسنتين سدى شرفتي وقدرين تمدنا إيسو دويسن. رنتي وإذا كفي لنا إن أسان يقصو بعسن ويا أنا وودن كإيماننا وحالي بدي أوهاي هدا تتطل كذا وتكتئ. marka intii nagu la amaanayo umbaad horta ila soo baxdeen waa idin ka mahadcelinayaa dhalinyarada quruxda badan abriyan odayaasha oday way diidan but youthka gabdhaha quruxda badan dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin waxa way runtii amaanta adiga badisan xitaa wixii aan islaha aad sheegtid way iga dhuntay marka waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryaa inta ila jiceeshiin iyo in ka badanbo inuu ilaahay siiyo aan ajashabar walba waateeda qof kullu nafsin daayiqatul maut cid waqtigeeda dhaafayso ma jirto haddii ay gacan iga xaq daran idishana waxa waaye jannada isugaysa laakiin waxaan badan ballan idinka qaad inaan meel Soomaali lagu dulminayo inaan joogaynin ani qabiilkayga Soomaali waa qabiil kale ma lihi papaski aan meesha u joogaa aniga qof dhalinyaro ahna de wuxuu ilaahay meesha ii geeyay wax ka jira there is a reason behind aan aqal ka sar u joogaa ani meesha loogu talagalay retire ka dadka inaan isku dirdiro odayaasha aan ku noqonaay birina marawe meesha loogu talagalay odayaasha inaan dhex fadhiiso waa purpose why purpose kana waxa waa inaan idin noqdo the voice of the voiceless ina idinka codkiina mar walba ku hadlo intaas aan ka gudbo wadankeeni sida la socotiin sidii hore ma ahan meeshan shalay joogna maanta ma joogna alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh dawladda way dadaalaysaa odoo annaga dhanba aan wada cusubnahay bal laakiin dadaalkeeda wada ogtihiin dagaalka lagu jiro nabadiidka meesha hadda aan ka gaarnay marka gobollo badan oo ugu horeeyso Galmudug iyo Hirshabeelle waa laga xoreeyay oday nabadiidkii inta kale too ku dhimanay insha Allah phase 2 geeda hadda la maraaya phase 3 gana waxa rajaynaynaa in la aado Koonfur Galbeed iyo Jubaland insha Allah sida ogtihiin anaga xildhibaanada labada golaha waxaan dejinaa sharci inta ay ugu barateen inta badan waa sharci dejin sharciyada hadda aan ansixinay waa 12 sharci 7 kamid ah waxay ku saleysnaa den cafiska inta aad ibaratayno qaylinayay
شرعية أصلاً هو ذا برتين هدي كورنتا نقطة هدي نقطتين أنا ريا شقة قفصرة وحسن شرعيهم بوهاون دلك حسك كذا أنا ريا ش محاكرته برديروني بالنو وحن كهلينة مركب حسن شرعيهم بوها شرعية أصلاً تدبك مدة شرعية ودن كمهم وإيه هن ودين عارفين تكو صليصن مركب أيضا وحرجينا أنا إن شاء الله ودين دي سيا إني ودن كينا دين تلاقى عافيو قواريش تلاقى حرية أن دمانتين ودن كان إنتان كنا قنا دلحيس أن بو على كودة تجي كرنا إيه أنت كلاته ودن كلا أن هذا البدن ما سيتوا يو إذن كار لما يصير هذا الكي أنت هذا بدنا وحن ربا أن ربا إنه كسو conclusion كسو مايو unity عن إلى علينا وحماشة نجسوري ده وكنا قحط أجو وكنا قرب أجو oo aan maanta wadankeen u joogno hadaan united ahaan lahayn oo salkas ahaan lahayn meel saraan gaari lahayn idinka qurbaha marka joogtin actually waxa wadanka u maqan marka anaga joogno wadanka joogno waxaan dhana qurbo joogta oo maqan qurbo joogta hadina unity ahaan laday waxa noo maqan ma garnaay maybe kuwa qaxootiga joogaana noo maqnaan doona marka waxaan rabaa inaad midnimada ilaashin inaad Soomaali noqotiin Soomaali waa tihiin Soomaaliya Soomaali waa iska qabiil kan aan iska dhaafna 4.5 aan ka bidno Soomaali nimma wax ka weyn ma jirto meel kasto joogto actually adiga hadda tan qurbaha joogto passport ka taaysatid oo isku maleeyneysa meesha ugu dambeysa adduunka inaad gaarto ninkan cadaanka wuxuu ku arkaa african inaad taki african kan wuxuu ku arkaa in ay argagixisan tahay oo Soomaali ka imaado so basically we don't have any identity but the only identity we have in our Somali nahay Somali nimada hal ilaaliyo minnimada hal ilaaliyo dhalinyaradana waxaan ku bogaadinaa especially waxa baratay in wadankiina ku soo noqotaan yaani igala cabsiinin maalintaada maalinta aan ka hen ma dhimanaysin laakiin wadanka idin baahan wadankiina ku soo noqda ganacsatadana sidoo kale you have to come back wadanka wadanka marka ku soo noqotiina ha ka bilaabina dabaqi aad isatiina isbitaalada hore dib u soo celiya maalihii wadanka wax ahaan jiray dib ugu soo celiya si aan oga marno dadkeena aaday India waxaan u aadnaa waa isbitaal aan hadaa laakiin lacagta aan Nairobi iyo Dubai iyo Qatar aan geeyna hadaan wadankeena quruxda badan isbitaal weyn looga dhisto lacagtina waa ka helaysin wadankana tayadiisa kor u qaadna kala xasatada Soomaaliyeed wadanka way idii baahantay wadanka dib u dhisa kuwi hatta apartment ka dhisana bal ka fikira meeshaad apartment ku dhisto wada inaad u sameysin laami ah waa aragtan roobka markuu da'o dawladda ha ku haleynina dawladdeena waa faraajaan idinka noo maqan marka anigoo kusoo gabagabeynaa midnimada ku dhex jiro walaalkay his excellency Ismaaciil aad buu u mahadsan yahay waxa kale oo runtii meeshan la fadhiyaa wiil walaalkeen ah jayte oo asagana hadartan ku jira doorasho Soomaaliya idinkoonan qabiil iyo wax kala fiirinin wiilka walaalkeen ah Soomaalinimo darteed gacanta inta qabtiin kursiga soo siiya haduu waajibaadkiisa ka soo bixi waayo waa laba sano labada sano kala ta kaga taqluusiya qof kala keensada haduu ka soo bixi waayo waajibaadkiisa bara asoo taagan nin gaal ah ha ku daba feelina marka waa mahadsantina hadalka idinku bedaa oo malan aad baan u hadal badanahay marka thank you so much waa reer Columbus waayo madaxa ii saarantii runtii waa mahadsantii thank you so much
waxay ii fudaysay inaan lacag ka diro meel walba safar dheer ma jiro iyo leen dheer moobilkaaga uu qadir waa mid sahlan qoyskaygu way jecel yihiin sababtoo ah lacagta moobilkooda ay ku dhacdaa sidoo kale worrimid waa mid qiimo jaban waxaan bixiyaa kalabar intii hore worrimid waxay ugu xirtaa dhulkii hooyo soo degso aabka worrimid maantana ku dirso